أهلا بكم في النشرة الثقافية. انعقد الاجتماع 13 لمجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار رئيس مجلس إدارة المركز وبحضور مدير ومركز التراث العالمي لليونسكو وممثلين لكل من المجلس الدولي للأثار والمواقع والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وصندوق التراث العالمي الإفريقي بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية بمملكة البحرين وكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية لبنان ودولة قطر. هذا وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الحالية والمستقبلية التي تخص التراث العالمي في الوطن العربي وسبل مساهمة المركز في تعزيزه والحفاظ عليه بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل التنفيذية للعام الجاري والتي تتوافق مع دور المركز في حماية التراث الثقافي والطبيعي في العالم العربي. وفي المملكة العربية السعودية انطلق معرض طويق للنحت في نسخته الخامسة في العاصمة السعودية الرياض وبالتحديد في واجهة روشن، ويحتضن المعرض في هذه النسخة 30 منحوتة من أحجار المملكة العربية السعودية بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة. من أحجار المملكة شكل 30 فناناً 30 منحوتة جمالية خلال فترة عمل استغرقت 23 يوماً لينطلق معرض طويق للنحت تحت شعار أبعاد متحركة ليكون مفتوح للزوار حتى 24 من فبراير. الحمد لله 30 فنان من 20 دولة التقوا في الموقع هذا واشتغلوا خلال 23 يوم، حولوا كتل صخرية من حجر جرانيت السعودي إلى أعمال إبداعية نشوفها اليوم. معرض طويق للنحت يشمل عرض أعمال فنية مذهلة في واجهة روشن من خلال لمسات فنية خلدها الفنانون، لا تقتصر على تحويل الأحجار إلى منحوتات بل تصور النظرة الفنية لكل فنان وتعبر عن رؤيته الخاصة. عندنا 10 فنانين سعوديين، 5 منهم فنانات سعوديات، صراحة فخر بالنسبة لنا، جدا شيء جميل أننا نشوف التبادل الثقافي اللي قاعد يصير مع الفنانين وبين الفنانين، كون أنهم يعني يتعايشون مع بعض في هذه 23 يوم، ساكنين في نفس الفندق، يطلعون مع بعض، يشاركون فعالياتهم مع بعض، كان صراحة مشهد جدا جميل بين التآلف والتبادل الثقافي والفني. طويق للنحت أحد مشاريع برنامج الرياض آرت ضمن مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج الأصالة بالمعاصرة. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تستعد مدينة إكسبو دبي لإطلاق فعاليات الدورة الثانية من حي رمضان على امتداد أيام الشهر المبارك لتتيح للزوار عيش أجواء مستوحاة من تقاليد شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن عروضا ثقافية وتراثية وسوقا للحرف اليدوية. وسيعود مدفع الإفطار هذا العام إلى مدينة إكسبو دبي، بينما ستنبض ساحة الوصل بالحياة بعد غروب الشمس بسلسلة من العروض المصممة خصيصا لهذا الشهر المبارك، وعلى رأسها سرد قصص الأنبياء للأطفال، ويمكن أداء الصلوات في مسجد مخصص في منطقة الاستدامة. وفي سلطنة عمان افتتح معرض الفن التشكيلي بالجمعية العمانية للفنون بمحافظة مسقط، والذي جاء تحت عنوان لقاء للفنان العماني فيصل جلال والفنان العراقي نبيل علي بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية وبحضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين. هذا وتضمن المعرض 18 لوحة للفنان العماني فيصل جلال و17 لوحة للفنان العراقي نبيل علي تعكس الحضارتين المختلفتين للفن العماني والعراقي والتراث العريق والطبيعة التي تعود إلى فترات ما قبل التاريخ واليوم. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن ضم 3 مدن عمانية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم،
وهي ولاية مسقط بمحافظة مسقط، وولاية نزوة بمحافظة الداخلية، وولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم ممثلة في اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بالشراكة مع وزارة الداخلية للترويج للمدن العمانية على الساحة العالمية، نظرا لما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية ولنشر الوعي عن التعليم من أجل التنمية المستدامة في المجتمع المحلي وللارتقاء بترتيب سلطنة عمان في المؤشرات الدولية بما فيها أهداف التنمية المستدامة.